وبدير هيعمل ايه مع دياب اذا كان دياب مهموش سلطان العرب نفسه؟ والله يا عالي من اولها كده دياب محدش عاجبه، كان ناقص يرفع عليه سيفه لما ردي وقال لا هو ولا اي حد من الزغابة ياخدوا منك امر. اللي ما ياخد امره مني ملوش مكان. مالك يا حسن؟ دياب ابن غانم طايح كأنه ملوش سلطان يا اخت السلطان. مدام الامر كده بقى يبقى الفوايد ياخدوا اوامرهم من بدير او مني انا شخصيا يا سلطان. شيء جميل يا جازية، لم الناس والكل يتحضر عشان نرجع. نرجع فين يا حسن؟ اذا كان الامير ماضي وراهم شوية خير فطاحوا، طب لما يملكوا سهول تونس او قلعها هيعملوا ايه؟ الحق يا حسن، الحق يا حسن. في ايه تاني يا عمارة؟ القاضي بدير وامير السعيد ماضي كانوا في زيارة دياب. وفيها ايه يا عمارة؟ ما تبطل شغل الصغار ده. وخرج من عند ابن غانم وراحوا للهلال ابو زيد. شفت يا جازية بيرتبوا ضدي، بدأ يتآمر على اخوك سلطان العرب. بطل جنون يا حسن، روحي شوفي ايه اللي بيحصل بينهم من ورايا. لا يا سلطان حسن، انا هعرف كل حاجة بنفسي وهقولك. شوفي بقى يا اميرة خضر الايام بركات وراح زحلان، وبعدها رجع لنا فارس الفرسان، وبعدها راح تونس وغاب، وبعدها رجع لنا، وبعدها خرجنا وراه، وبعدها واحنا بقى دلوقتي هنا. مدام بتحكي والحكي هيطول، ما تحكي لنا يا مولانا القاضي حكايتي، حكاية ابويا نجاح اللي اتقتل على ايدين عبدك راشد. اسكت يا القمصان. سيب ابو القمصان يا سعيدة، اقعد هنا عندك. كمل كمل يا امير بدير. اسر الكلام يا اميرة خضرة، جه الاوان انك تفرحي بيه واحنا كلنا نفرح. نفرح بمين؟ بالهلالي؟ القاضي كان وسط خير معايا يا اميرة خضرة عشان نجمع القبائل، وبدل الخلاف ما يفرق النسب يجمع. ده بيقول نسب يا ستي، الحكاية فيها جواز. والامير دياب وافق خلاص. وافق على ايه بالظبط؟ انا يعني مش عارف، مش ده اتفاقك زمان مع الأميرة علياء يا فارس الهلايم؟ ايه ده؟ انتوا رحتوا خطبتوها؟ كده احنا غلطنا يا قاضي بدير، كان مفروض أميرة خضرة تكون معانا. يا سيدي انت في مقام ابوه وانا في مقام عمه، والأميرة خضرة عارفة من زمان. مبروك مبروك يا جماعة، مبروك مبروك علينا كلنا. اسمع اسمع يا قاضي بدير. خلاص يا أمي خلاص. واسمحي لي يا أميرة خضرة إني أحضر للزفاف على طريقة الناس في مصر والصعيد. وأنا هفوت عليك في الدار يا أمير ماضي. ألف مبروك على الجميع، ألف مبروك. الحمد لله نجحت بفضل ربنا أولا، وبعدين بفضل قاضي الهلايل إني أجمع القبائل، وده برضو كان حلم الهلال. نفس اللعين اللي دمركم وقتل ابويا نجاح جاي دلوقتي ويورطكم. اسكت يا ابو القمصان. سيدي وافق كده؟ سيدي وافق؟ مين اللي قال ان الهلال وافق او طلب منهم كده؟ هو عمل كده عشان يورطنا. قاضي لعين تعبان قاتل، او علياء هي اللي ربطت وياه عشان تورط الامير ماضي. خلاص يا امي انتهينا، ده وعد، لساني اتربط بكلمة قلتها العلياء. كنت لسه عيل. سيدي عمره ما كان عيل وقد اي كلمة يقولها وخلاص يا ست. وهي دي المصيبة يا سعيدة. هو بالغصب يا ناس. اسكت يا ابو القمصان. ما قلتلكم اقطع لساني احسن. ان كان ده هيقربنا يبقى خلاص، ده اهم من اي شيء عندي، ومش عايز كلام تاني. وقطع لسان امك كمان، مش بس ابو القمصان، وإلا فهمني بقى. إيه؟ أنت مش ليك قلب يختار؟ ولا قلبك مات خلاص؟ واللي أنا أعرفه إن قلبك ولا حد تاني. أمي أرجوكي. طلبت مني إنك تضحي عشانهم، قبلت وسكت، لكن تضحي بقلبك؟ لا. هضحي لأجل نتجمع. علياء بنت غانم أخت دياب اللي من قبيلة الزغابة هتكون مرات الهلالي ابن رزق اللي من قبيل الدريد. انت هنا خلاص افهمني يا سلطان الهلايل،
خلينا نقرب المسافات اللي فات مات. بدأت تلعب لحسابك يا قاضي. بدل ما نخلص من الاثنين رايح يوحدهم ضدنا. افهموني افهموني يا جماعة. ايه اللي خلاك ودلوقتي بالذات تفكر تجوز اخت دياب للهلالي؟ ايش معنى دلوقتي؟ انت كده بتقويهم علينا يا كبير الفوايد، وده غلط غلط كبير. مش لازم نديهم فرصة دلوقتي بالذات انهم يتلموا علينا. لا 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 بلاش تسوء الظن بقاضي الهلايل اللي جاي مسال. وفي نفس الوقت بطمع للجميع. احلام احلام في راس دياب والهلالي. وانت فاهم قصدي ايه يا قاضي؟ هنقطع في بعض ليه؟ ما نلمها لحد ما نروح هناك. ده احنا لسه لا طلنا لعنا بالشام ولا بلح اليمن. يعني لمتك على ابو زيد ودياب هي اللي هتجيب البلح والعنب؟ هيجيبهم لمين بالظبط؟ افهموني يا ناس، ده لسه مشوار طويل. ويل وليل، افهموا يا ناس. لا دي حاجه ما تطمنش ابدا، والفوائد من دلوقتي في خطر. سرور سرور، انا كبير الفوائد ولا انت يا سرور؟ سرور اسمعوا يا جماعه، لازم تعرفهم ان انا اضرب مصلحه الفوائد وقبلها مصلحه الهلايل كلها يا سرور. مصلحه الهلايل وكل القبايل تخصني انا يا بدير. انت لعبت لحسابك، عايز تحط الهلالي والدياب تحت باطك من دلوقتي لحد ما تيجي ساعه الجد. لا يا حسن، لا 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 لا، انا عملت لحسابك والمصلحتك. ولو فكرت شويه يا حسن هتعرف قد ايه القاضي بدير خايف على عرشك وخايف على القبايل. فكر يا حسن وراجع نفسك. مولاي الامير ماضي يدعوكم في المساء. اكيد اكيد لاعلان الزواج السعيد، لاعلان التحالف بين الهلالي وبن غانم والقاضي بدير. ايه يا كبير المداحين رايح فين؟ هنا مفيش تطبيل ولا تزمير ولا اراغيل. سيبني سيبني يا زعلوك، القاضي مكلفني دلوقتي حالا وانا مش فضيلك. اكيد مكلفك تطبل للامير ماضي اكيد عشان يمسح له جوخ. وسع بقولك، عندنا فرح، فرح الهلالي على اختي دياب. ايه قلت؟ ايه انت بتقول؟ ايه بقولك ابعد كده ما تبقاش رزل. ايه ابو زيد وعلياء بنت غانم اخت دياب؟ طب والجزية؟ ادي اللي فضلت تدافع عنه كأن ما في الكون سواه. ادي اللي قلبك يا بنت سرحان الهلالي كان بيهواه وداسك. لو كررتها قدامي تاني هرجع في الفلا لوحدي. اكيد ده قرارك دلوقتي، ترجعي تهجري الدنيا تموتي. لا يا حسن، وعيب تجرح اختك وتهنها، ده هواني من هوانك. انت اللي قبلت الهوان. انا عمري ما هنت نفسي ولا قبلت الهوان، وكل حاجة كنت بعملها كانت علشانكم انتم. ما كنت هتبقي زوجة لشريف مكة بنت سرحان الهلالي. انا قبلت الجواز منه علشانكم، ورفضت الجواز برضو علشانكم، عشان الهلايل وهم الهلايل. متأكدة ان ده كان السبب؟ ما تعسك من اخ يا حسن، اشبه بضبع اعمى وغبي. ادي يا خاتم عبد الغز اللي هنتيني وبعتيني علشانه. اشربي اشربي يا بنت سرحان الهلالي. هيجي الوقت يا هلالي انت وملعون دياب ودفعكوا الثمن. اسمح لي يا مولاي يا كبير تونس وسيدنا، بعد تنصيب أميرنا نجم الزناتي ولي العهد وإقامة الأفراح، شرفني وجيش المملكة بتنصيب أميرنا نجم الزناتي أمير جميع الجيوش في تونس الخضراء. أنت بتتكلم جد يا هاموش؟ ودي يا مولاي فيها هزار، دي لو فاتتني أبقى راجل حمار. حمار حمار حمار
حقيقي حقيقي مخلص وحب لينا وللأمير. بس انت نسيت حاجة يا هموش، انك قائد الجيوش. ما هي الأميرة السعدة يا مولاي، قبل تنصيب ولي العهد نجم الزناتي كانت أميرة الجيوش وفارس المملكة يا مولاي الزناتي. خلاص خلينا نستنى يا هموش لما الأمير نجم الزناتي يوصل للعالم ونسمع له، يمكن يكون له رأي، مثلا يشيلك خالص أو يشنقك وسط المدينة ونخلص منك. مولاي كده اكتمل وصول كل الوفود وفي الانتظار. كل الوفود وصلت إذن يا علام. جايين باسم الملوك والأمراء يهنوا بتنصيب الأمير، جايين ومعاهم الهدايا والتحايا، بس فيه اللي عايز يقابلك على عجل. رسول وجايب تهاني سعيدة وبيشترط علينا يا علام. ده مش مجرد رسول يا مولاي، ده الأمير مكحول. بتقول مين؟ الأمير مكحول. ومين الأمير مكحول ده يا علام؟ ابن الغطريف اللي اتقتل في حجرته بإيد عرب المشارق. جاي يهني؟ مش شكل واحد جاي يهني. يبقى أكيد بعتينه تاني، دخلوه. اسمحوا بدخول الأمير مكحول ابن الغطريف. لو حيكرر كلام أبوي يبقى نسمعه الأول يا هموش، ويا نقبله يا ما نقبلوش. الأمير مكحول. تحيات يا ملك تونس. أهلا يا أمير مكحول، تعازينا في وفاة والدكم الغطريف. عزائي يا ملك تونس يا زناتي يكون عزاء كبير لو هتسمع لي وتفهم. حسمع وافهم؟ ده لو بفهم بقى يا علام. الأمير مكحول بيقصد إن مولانا الزنات العظيم يفتح له قلبه ويتعاطف مع الظروف الأليمة لمقتل الغطريف الراحل. إن كان على قلبي أهو مفتوح ومتعاطف مع الأمير، بس احنا ايه دخلنا في قتل ابوه وطاروا من عرب المشارق؟ لا لك دخل يا ملك، لك شأن وشؤون كتير. ايه شأن مولانا وشأن المملكة بانهم يدخلوا على ابوك في قصره ويقتلوه؟ هموش كمل يا امير مكحول. حق ياخده من الاوغان، بس انت حقك هتاخده ازاي لو ما سمعت ليش؟ ايه اللي بتقوله ده يا امير مكحول؟ انهم هيدخلوا قصري كما دخلوا على الغطريف؟ لا مش هيدخلوا عليك قصرك، وجايين على مملكتك زاحفين جحافل يا ملك تونس. سمعت يا علام الكلام؟ سمعت يا مولاي. أكيد الأمير مكحول شاف ده في كابوس أو حلم بايخ. مش حلم ولا كابوس، ولما مكحول يقول محدش يستخف بنقول. مولاي الزناتي، الأمير مكحول عنده الدليل
على انهم اتجمعوا وزحفوا مرورا من الشام وعدوا بعد كده على صعيد مصر ودلوقتي في طريقهم اليك الى تونس الى مملكة الزناتي هنا زحفين دول اكيد مجانين انا لو من ملك تونس بقولش مجانين ولا حتى اضحك طيب يا امير مجحول تقدر تقول لي زحفين ليه بالظبط يعني هيكونوا زحفين ليه جايين يهنوا بالمولود وهو لسه في بطن امه علام مولاي الزناتي العفو اذا كان الكلام ساخن ومندفع فده من قلق الامير مجحول عليكم الطبع عنده حامي شويه وشباب بقى بدون اعتذار انا غلطان غلطان اللي جيت حذرتك بالعكس يا امير بالعكس بعد اذن مولاي الملك نسمع للامير لحد الاخر مدام بدا صح عندك حق يا علام قلت انهم زحفين على تونس طب هم مين عرب من المشارق يا مولاي وعلى راسهم ابن رزق قاتل الغطريف وابن رزق ده يطلع مين ملكهم يا امير اسود ملعون وكان منبوذ وبيد اللي فضله دي قطعه كل يوم حته حط ايدك في ايد يا مولاي ونتفق وممكن نبعدهم في سهول تونس هموش تقول ايه للامير مكحول في الحكايه دي كتيبه من جيش الزناتي تمسح ممالك وتخلي اي حد فيها هالك والامير يا علام عاوز يضم جيشه لجيوشنا عشان نواجه مين مولاي ان كان الكلام ده صحيح مستحيل مين يجرؤ في العالم انه يقرب من مملكتي مملكة الزناتي حتى لو كان الاعاجم كلهم بكل جيوشهم اذا كنت مستكتر تواجه دول اديني فرصة يا مولاي انا وحدي اواجههم في سهول تونس يعني تدافع عن سهول تونس وانا موجود مولاي يا سناتي لو تسمح لي اوضح فكرة انت هنا خلاص ما توضحش شيء انا غلطان انا جيت لك وحذرتك هيجي يوم وتحتاج لي يلا يا قصير سلام يا ملك تونس زحفين جايين عليكم زحفين الغطريف ده كان لازم يموت لانه خلف ولد مخبول مكحول المخبول علام امر مولاي ضيعنا وقت الوفود مع المخبول دخلهم علينا نستقبل تهانيهم بتنصيب الامير جايين يا مرعي اهم قصادي جايين وهو راح منه وش الدرويش ورجع له وشه طب وده يا سعده ايه اللي جابه هنا في الرمل الاسم بحروف الكلام الاسم عايزاه هنا قصادي اسمه من وحش كاسر لونه رمادي نابه ازرق دياب ايه اللي جاب وشك دلوقتي هنا يا كهلان يا كبير العميان هو في ايه يا مولاتي في خطر تاني على مرعي